يا صباح الهنا والسرور والسعادة عليك يا قلب اختك. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. انا هنا فين بقى؟ انا هنا عند ست الحبايب. يا حبيبة يا حزينة. ماشي. لا الناس بتزعل لما بقول عليها حزينة، بس ايه حزينة والله. يلا اخوكم معايا. هننزل بعد الوقت نشتري شوية حاجات تجهيزات الفرح بتاع ابن اختي، خطوبته وكده. فانا حابة انزل اشتري، اشوف بقى ممكن، مش عارفة والله اشتري ايه. بفكر اشتري بالطو، عشان ما عنديش بالطو، قلت اجيب حاجه جديده، اجيب بالطو مثلا وبنطلون وبوت. كمان عندي بوت، او اجيب دريس. انا مش عارفه لسه هجيب الصراحه. حطوا اللايك، واما ارجع هوريكم كل حاجه انا جبتها. معانا رابونزر طبعا، لازم تيجي معانا يا رابونزر. ناس كتير بيقولوا احنا من ايه النوجة، معانا رابونزر. يا جماعه الشخصيه اللي هي اسمها ايه؟ ريبونزر. اللي هي الشخصيه اللي كان شعرها. يا جدعان انا هتشترى والمطره بتمطر. ايه الفرح الجميل ده بقى؟ ايه الفرح العسول ده؟ يعني انا دلوقتي نازله اشتري شويه درسات. بصوا الدرسات اللي زي كده ورايا دي. ماشي، المطره بتمطر. ماشي، رجعت تاني لنفس المحل، عجبني قوي ده. تعالوا نشوفوا عليا. بصوا بقى ده طقس ده. لفي كده، اعدلي الجنب بتاعه. وفي عدل. ما ده الغدا ما قبل الخطوبة بيومين. بصوا أم ياسمين منورة، دي أم العروسة، ودي العروسة، وده العريس. يا عريس منور يا عريس والله. بصوا ده محمد يا جماعة، على طول كان بيطلع معايا على القناة، كبر وترعرع ورايح يخطب. بصوا دي اخت العروسه. خلاص اتشهرتش يا بنت، اتشهرتش كده. حبايبي خلاص انا رجعت البيت بقى بعد دوشه، وقعدوا يقولوا كانوا منو، كانوا نازلين عشان يحجزوا الكوافير. طبعا هصور لكم فيها، هصور لكم الميك اب، هصور لكم كل حاجه ان شاء الله باذن الله. يعني لو حابين اكتبوا لي في الكومنتات يعني. ماشي، جبت بقى شويه حاجات حلوه جدا 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 جدا. حجيتش. تعالوا اوريكم بقى جبت ايه. اروح اغير واجي اوريكم المشتريات. وها انا رجعت الى الوطن وغيرت وقعدتش بقى خرابي على الصداع. لا هو بيت العيله دايما يا جماعه الخير بيكون صداع. وعايزه اقول لكم النهارده اليوم مطر عندنا وفي زحلقه، ويعني الله كريم الله كريم. بصوا بقى انا اشتريت شويه حاجات، وحابه ارد على سؤال كده اتسال لي. يا نوجا دلوقتي مامتك ما عندهاش اخوات، ازاي دول ولاد خالتك؟ انا برد على فكره عشان اعرفكم. بصوا انا مامتي ما عندهاش اخوات بنات خالص، وخالتي اللي انا بقول عليها دي تبقى بنت عمه امي، بس هم متربيين مع بعض من هم صغيرين اكتر من الاخوات وزياد. فهي خالتي وبنات خالتي دول زي هقول لكم ايه، زي اخواتي واكتر، وخالتي طبعا زي اخت مامتي واكتر. يعني انا بعزها نفس معزه امي. تمام. تعالوا بقى اوريكم الحاجه النهارده بقى. ان شاء الله جبت المشتريات دي عشان فرح ابن اختي زي ما قلت لكم في اول الفيديو. كمان في ناس كتير هتقول لي يا نوجا ده صغير مش عارفه ايه. انا على فكره مش ضد، مش مع ابدا فكره ان الواحد يتجوز وهو سنه صغير. تمام، بس هم عايزين كده يعني، العروسه موافقه والعريس عايز كده وعندهم مقدره، يبقى خلاص نعفهم. يعني الولد بدل طلب الجواز لازم نعفه، بدل عنده المقدره وبابا موافق ومامته موافقه خلاص. تمام يا حبايب قلبي، علشان بس ما حدش نوجه ده العرسين صغيرين مش عارفه. هم فعلا صغيرين يعني، انا ابن اختي عنده 18 سنه والعروس اصغر منه بسنه او حاجه او سنتين مش عارفه. طبعا لسه قدامهم كام سنة على الجواز، لكن دي مجرد خطوبة. تمام، وان شاء الله اصور لكم الميك اب بتاع العروسة، وجايبه لكم مفاجأة. كل الناس اللي داخلين على جواز او كده هيتبسطوا جدا جدا بالمفاجأة دي، فخليكي معايا ان شاء الله في فيديو الفرح ان شاء الله، والميك اب والكلام ده كله هبقى انزله لكم. بس ما تنسوش تحطوا لي اللايك. تعالوا نشوف، انا برغي كتير قوي. ايه اختي الرغي ده؟ تعالوا اوريكم بقى الحاجة. اول حاجه انا ما جبتش الفستان الاسود اللي انا وريته لكم في اول الفيديو. ليه؟ لاني مش عارفه والله، مع ان على فكره انتوا عارفين سعره كان كام، 400 جنيه
يعني حسيته مش غالي خالص. يعني دلوقتي العروسه راحت اجرت فستان، والله الاتيليه راحت اجرت فستان ب 1700 جنيه، ف اوفر غالي. تمام. ف لا ما الصراحه حسيته ب 400 جنيه حلو وكنت هجيبه، بس بعد كده قلت ايه، انا من النوع اللي مش بتاعت افراح بقى وامسك الفستان لا انا هرايه ومعايا عيال صغيرين، احب اجري واتنطط وتعالى يا ابني وفرح بقى، احب انشلق، احبش ابقى قاعده ماسكه الفستان كده وماسكه والفستان ليه ديل لازم يتمسك. الصراحه ما حبيتش يا بنت، ما حبيت ان انا اجيب طقم كاجوال، ويا رب يعجبكم. على فكره قعدت الف عشان اجيب حاجه لاولادي الصغيرين، طبعا هو عندهم يعني ينفع يروحوا بيه، بس لقيت الاسعار اوفر. يعني انا رحت اسال على فستان لمريم، فستان ولجاكيت جلد كده، كانت مريم هتموت عليه، لقيته ب 900 جنيه. هو قلت لها ده عليه واحد هديه، قالت لي لا والله ما دام هو ده ب 900 جنيه رحت خليه زي ما هو مش عايزين. المهم وانا بجيب الحاجه كانت الدنيا بتمطر على ما روحت، فلميت الحاجات اللي اقدر اجيبها واكمل بقى من عندي من البيت. تمام. اول حاجه يا جماعه انا جبت الدريس اللي هو الميني دريس اللي انا وريتكم صورته، ده ينفع للفرح. تمام. الجو شتا وهيبقى الفرح بقى بالليل، فقلت اجيب حاجه تدفيني وفي نفس الوقت اعرف اتحرك. اهو هو ليه زومت كده من ورا، شكله حلو جدا. طبعا هوريكم الاوتفيت بتاعي وانا لابساه. تمام. مطه انه يكون واسع مش ضيق، حلو جدا، والايد فيها استك وانا بعشق الايد بتاعت اي حاجه اللي ليها الاستك ده. قولوا لي ايه رايكم في اللون يا حبايب قلبي، وهلبس عليه ليجن لونه اسود. شايفه حاسه ان انا هبقى مغمقه الدنيا ولا ايه؟ قولوا لي لو مش حلو ابقى اروح اشتري الفستان. هو كده كده اصلا المحل بتاع الفساتين ده جنب بيت والدتي وجنب الكوافير اللي هتطلع منه العروسه، فممكن اروح اجيبه. قولوا لي، اكتبوا لي في الكومنتات بس ايه رايكم في ده. جبت كمان عليه ايه، جبت الشوز ده، بقول لكم ده سعره عشان تبقوا بس عارفين الاسعار. ده كان سعره عامل 250 جنيه، هو تقيل وخامته حلوه وفي اللبس يجنن، وانا اوريكم وريته لكم في الملكان على الملكان في اول الفيديو. جبت ده، ايه رايكم فيه؟ تحفه جدا يا بنات، وفي اللبس في الرجل يكون شيك جدا اهو. ده كان عامل 175 جنيه، 175 يعني 200 الا 25. جبتيه منين يا بنتي يا نوجا؟ جبته من شارع المدرسة، من شارع المدرسة اللي في صف الناس الصفطوية، الناس اللي من صف اللي من جنب الكومباوند بتاع أمي هيعرفوا هو شارع المدرسة أهو. بس تحفة. جبت إيه تاني بقى؟ بصوا جبت الشنطة دي، تا 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 تا، علشان تريق على الطقم وتريق على اي حاجه تانية عشان فيها اسود يعني، وانا اصلا يعني حبيتها. انتوا ايه رايكم؟ كمان معاها ايه من جوه؟ اوريكم الشنطه من جوه. على فكره المحل ده في شارع اول شارع صف تأوله، هو اول شارع اول محل بتاع شنط على في شارع المدرسه، وانت داخله شارع المدرسه على ايدك الشمال جنب بعد بتاع العصير. ليه بقول؟ لان ده افضل محل وارخص محل وحاجته كلها تحس ان هي كده الماتريال بتاعها حلو جدا، وانا ما بشتريش شنطي غير من عنده. بصوا من جوه كده هي ايه، بيبقى معاها اللي هو الايد اللي هي الكروس دي. تمام. والشنطه دي كانت عامله 150 جنيه، الشنطة دي حبايبي كانت عاملة 150، وكان في زيها عاملة 120، بس طبعا ال 120 ما كانتش تايجر، كانت سودا بس نفس الديزاينر ونفس كل حاجة. الفرق ان دي هنا تايجر رصاصي، التانية كانت سودا سادة وفي رصاصي سادة، فانا حبيت اجيب التايجر عشان يكون ميكس بين الطقم ده وبين اي عباية او اي حاجة ممكن البسها. قولوا لي رأيكم بالله عليكم، قولوا لي الاسعار حلوة ولا انا اتضحك عليا؟ اصل انا دايما متسرعه
وطبعا كنت عايزه اخد اختي ام ادم معايا، بس طبعا ما جاتش معايا علشان بنوتتها يعني لسه بترضع وكده، وكانت الجو مطر فهي كانت خايفه عليها. طبعا اختي لسه والده برضو، فما كانش من كل النواحي مش هينفع تخرج معايا. هي الوحيده اللي بثق في رايها، ولما بتيجي معايا الصراحه بتريحني. جبت ايه تاني يا بتش يا نوجه؟ جبت التاج ده لمريم، انا لسه مريم لغايه دلوقتي مش عارفه ممكن البسها كاجوال، البسها بنطلون جينز وكده، يا اما البسها الفستان الابيض بتاعها والبسها ده عليه واعمل لها شعره وهتلبسه كده تحفه جدا. والتوكه دي كانت عامله 15 جنيه وكده. انا قلت لكم الاسعار كلها، في حاجه ناقصه؟ اه طبعا المعلم. بصوا رابط شنطته ازاي. ده الكوتش ده بتاع يونس العسول. بصوا رابط شنطته ازاي عشان كان خايف الكوتش يضيع. على فكره عايز اقول لكم ان هو طول ما هو ماشي شايل الكوتش بتاعه في ايده، ما كانش راضي يمسكه لحد. التوته شوفي مين بيرن الباب. استنى يا جماعه ثانيه هشوف مين ده. كان ياسين جاي من عند بابا، كان تحت لما احنا طلعنا هو كان قاعد تحت مع بابا. يلا بصوا ده الكوتش. بصوا وش اول ما بيجي من بص اول ما بيجي من الشارع لازم يخش. ربنا يخليكوا يا رب. يلا انزل بقى وروح عند اختك لغايه ما صوت. بصوا حبايبي ده الكوتش بتاع يونس. طبعا كان ماسكه وكان فرحان بيه جدا. والكوتشيه دي طبعا الكوتش بتاعه كان عنده كوتش. وانا راكبه التوك توك هحكي لكم قصته. وانا راكبه المرسيدس بتاعي فرد الكوتش كان نايم وانا مش واخده بالي الفرده وقعت. كنت جايبه له الكوتش ده قسما بالله ب 150 جنيه اللي فردته وقعت. كنت جايبه له العيد اللي فات. فطبعا بعد كده خلاص زعلت بقى، قلت والله ما اجيب كوتشيات غاليه تاني ليونس بالذات. فجبت له الكوتشيه الحلوه دي وكانت عامله 65 جنيه. عادي يقضي بيها الغرض ويروح بيها الفرح اهي ب 65 جنيه. وكده كل الحاجه اللي انا جبتها انا وريتها لكم. استنوا لا في شنطه ثانيه اهي. ايه ده فيها ايه؟ بصوا فيها ايه؟ عديت على جوزي في المحل جبت منه الفلامينكو ده. فلامينكو انا بعشقه. اللي هو زمان كده يا بنات كان في كيس شفاف اللي هو البوزو بالسوداني. بعشقه. شوكولاته كابليه والعشق. بس كده حبايبي يكون الفيديو بتاعي انتهى. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني باللايك. وان شاء الله استني بقى الفيديو الجاي هيبقى فيه مفاجاه حلوه جدا ليكم. بحبكم قوي.